أما فقرتنا الجديدة هي عم نحكي فيها عن الرياضة اللي هي عنوان الصحة والحياة. اليوم ضيفنا بلش مسيرته الرياضية بعمر 16 سنة وتميز بتفوقه وتميزه. الرياضة ما كانت مجرد هواية لإله ولياقة بدنية أبدا، بل تدرج من خلالها بشهادات تدريبية وشارك بالعديد من البطولات، وقدر من خلال الجهد والتعب اللي اشتغل على حاله أنه يحصد المركز الثاني في بطولات الجمهورية لبناء الأجسام. ضيفنا لليوم الرياضي والمدرب إبراهيم محمد، وهو مدرب بناء أجسام. سعد صباحك كوتش. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك كوتش إبراهيم. حضرتك يعني بطل جمهورية كمان. خلينا نحكي من الرياضة، يعني أكاديمي علم اجتماع انتقلت للرياضة، كيف قدرت هيك تعمل هي المعادلة الصعبة وتأخذ فينا نقول يعني مراحل كبيرة بحياتك وبطل جمهورية لأكثر من سنة؟ يعني أنا كنت ندرس بالجامعة أول شيء، إنه مبسوطين حياة جامعة وهيك، وفتنا إنه بمجال الرياضة كانوا يعني قرايبين أبطال بالرياضة هيك. صحيح. إنه فتنا بالمجال الموضوع وبينا وبين الدراسة، يعني إنه يعني مشان ما نروح أوقات فراغ شغلات فاضية، إنه فت بمجال الرياضة بلشت هيك أتعمق فيها، وإنه عاشر أبطال ومدربين كبار باللعبة الدنيا، أخذت معلومات منهم وصلت لمراحل الحمد لله منيحة. ومع دراسة الجامعة وفقت بينه وبين الجامعة، وأوقات الفراغ روح أتدرب الرياضة. خلصنا جامعة وصرنا متميزين فيه، يعني عملنا دورات وبطولات ونقرأ كتب كوتش عم نحكي عن رياضة. اليوم أي شيء بنحبه بحياتنا إذا ما دعمناه بالشيء الصح رح نفقده. واليوم حضرتك ما اكتفيت بس إنه أنا عندي هواية بالرياضة وبناء الأجسام، فقلت بمهارات. خلينا نحكي عن الخطوات الاحترافية بحياتك الرياضية. هلا أول شيء يعني أي عالم بفكروا إنه لعبة مثلاً رياضة كمال الأجسام حصل إنه لعبة عادية. هي بالعكس لعبة منظمة جداً، وأغلب يعني دكاترة حتى لا احنا بيوصفوا له وصفة طبية لواحد نفس الوصفة نحن للعالم، مثلا انه النظام الغذائي يعني متكامل للعبة. صار في خبرة قوية، صار في خبرة. ايه بيجوا عالم مثلا، نحن تروح لعند اي دكتور قلب او اي دكتور تاني بيوصف لك مثلا انه بعد عن الزيوت، بعد عن الاكلات الوجبات السريعة، بعد عن الخبز، بعد عن السكر. هي نحن كلهم يعني نظامين، يعني لعبتنا لعبة مدروسة جدا. نحن انه درسناها دراسه، يعني كله محسوب على السعرات الحراريه وعلى الكربوهيدرات. على كل جسم بني ادم مؤلف من اربع شغلات، عندنا بروتين وكربوهيدرات ودهون والياف، هذول اساسيات لازم ما واحد يقطعهم. يعني كلها بدك تدرسيها، وعلى كل كيلو جسم بالجسم بدك تعرف شو قد ايه محتاج. يعني مثلا كل كيلو بده 2 جرام بروتين مثلا، هي ابسط شيء. قد ايه بده كربوهيدرات اذا بدنا ننحف جسم، قد ايه بننزل له سعرات، نرفع جسم نرفع له الكربوهيدرات. العالم قال لي يعني فاتي لي عم يسمعوا نظام صيام متقطع، نظام مدري شو كذا، عم ينزلوا انظمه على وجبه وجبتين باليوم، بتشوفي امراض مو مدروس، امراض وتساقط شعر و100 قصه. بتلاقي الوحده مثلا انه نحفت ل 10 كيلو بشهرين، تنبسط، عطت الوصفه لغيرها وجاره عطت لجاره. بس كوتش في فرق اليوم بكل حدا مختص بالاغذيه او حتى كوتش رياضه، بهنن يعني بين بعضهم ما نن متفقين بموضوع الحميه الغذائيه. تمام. يعني في ناس كثير مع الصيام المتقطع، حضرتك يعني من حديثك عرفنا انه انت ما كثير بتحبذ هذا النظام. هلا اللي صار كتراني كلمه الكوتش بالبلد، صار كل واحد طلع عضلتين صار كوتش. شوفي يعني بتفاجئ امبارح غير قناتكم، وانا نسكو اسم القناه، مطلعين عالم بعرفهم انا انه لاعبين عندي سمين الكوتش كذا الكوتش كذا، انه لا شهادات لا خبرات. يعني بيجوا بيتعلموا عنا هن، انه كيف انتم مثلا عم تطلعوا هيك عالم وعم تخلوا العالم مثلا تحكي مثلا عن حميه غذائيه او شيء. يعني اذا واحد مو خبير كيف عم تخليه يحكي؟ وهي عم نشوفها بشكل كثير كبير، وشفناها بحالات ببلاد اخرى. كان في كوتش عم يدرب فنانين وعمل ازمه اساسا على السوشيال ميديا وعمل اصابات. هي للاسف شيء تجاري موجود. كان عم يجرب. صحيح، كان عم يجرب فيهم. ايه بجربوا بلا. يعني على مستوى انا اجوا لعندي عالم كمان مرض اسمه، صوروا معي ونزلوا صورتي معهم، اجتني انتقادات كثير انه كيف تخلي هذا يتصور معك وانت معروف مثلا ككوتش. انا ما بعرف انه كوتش تصورت معي.
بتفاجئ انه كمان هو صار كله على السوشيال ميديا. صحيح. كله هي اساسا اللي بيعمل دعايه على السوشيال ميديا لهيك بيكون في اصداء كبيره. بس خلينا نحكي معك كوتش ابراهيم. لما بلشت بدايه حديثك بجمله كثير مهمه، انه بدل ما نضيع وقت الفراغ بشيء سلبي استثمرته بالرياضه على سنوات طويله، وكان له نتائج جدا مهمه، مشاركات كبيره واسعه ببطولات. خلينا نحكي عن مشاركاتك ببطوله الجمهوريه والمراكز اللي حصلتها. شاركت يعني اول شيء نحن مستويات، يعني بطوله دمشق جمهوريه درجات يعني. صحيح. محافظه. اول شيء بيكون عندك رهبه اول ما تفوتي اول بطوله، فاول بطوله هيك الحمد لله اخذت اول فيها. بعدين نطلع بطوله الجمهوريه انا كمان اخذت اول مركز اول فيها، شاركت بطوله ثانيه بحلب كمان اخذت مركز ثاني فيها، كنت بدي شارك ببطولة ثالثة بس الظروف كتير صعبة عندنا الحمد لله بالبلد. حتى إذا بدك تشارك خارجاً هي خارج صعبة عليك. كتير صعبة كمصروف وتكاليف، لأنه نحن ما في دعم لنا من الاتحاد. الاتحاد ما بيدعم. نحن يعني على مستوى إذا بدك تسافري، نحن سافرنا بدك تسافري على لبنان على حسابك بدك تسافري. يعني لا بيدعموكي بشيء، يعني حتى إذا بتاخذي مركز أول مثلاً ما في إنه مثلاً بلاد برا بتاخذي مبلغ مالي، عندنا بيعطوكي شهادة مثلاً. بس هي مستوى الشهادة. يعني كل هذا مجهود شخصي من حضرتك. كله مجهود حسابنا، يعني تكاليفها كتير صعبة اللعبة. إذا بدك تمشي نظام غذائي يعني كتير، هالوضع الحالي كتير مكلف جدا. طيب كوتش، ليش ما في رعاية لهي الرياضة؟ يعني حضرتك اليوم عم تحكي بصعوبة أكثر من حدا خبرنا بنفس القصة، إنه اليوم التكلفة المادية كتير عالية ونحن وما في دعم مادي من الاتحاد لهي النقطة، وقالوا لنا انه السفر كان حسابهم، الاغذيه كانت حسابهم. طيب نحن اليوم كمان يعني هي رياضه يعني ما بتقل عن كره القدم او اي لعبه ثانيه، يعني ليه ما في هذا الدعم لها؟ هلا هي رياضه، هلا ما بعرف انه مو مصنفه بالاولمبياد هيك بيحكوا، ما بعرف ليش. هلا بس عندنا بالبلد، بس عندنا هون انه ما في دعم لها. البلاد برا في دعم، لبنان بالعراق كله مدعومين وكله يعني منظم لهم، يعني بتاخذي هدايا قيمه مبلغ مادي ممتاز، يعني بتكاليف مصروفك على القليله بيعطوك اياها. عنا لا، ما في هالموضوع، ما بعرف شو السبب من الاتحاد الرياضي من عنا. طب واللي شو اللي مخليك مكمل؟ يعني رغم كل شيء حكيته، حب للرياضة، الشغف اللي بيلعب دور جزء كبير، صارت عندي هواية ما عاد في لي اتركها بنو، والحمد لله يعني عم انجز، عم طلع اجسام، عالم عم بنبسط بالشغلة اكثر من البطولات. يعني هلا انا اعتزلت البطولات، اخر بطولة شاركت فيها حلفت انه ما عاد شارك ولا بطولة. ليش؟ مصروفه قوي كثير، غير مصروفه في شغلة بعرف مصروفه وكل شيء. لا الحمد لله ملحقين مصروف، بس عنا هيك كم قصة يعني تحس في ما في يمكن ما في تأدي، يعني ما في يمكن دعم، ما بيقدروك انه انت مثلا تعبانه وماسكه حمي. انا 8 شهور ما بعرف مثلا شيء اسمه خبز ولا سكر ولا فواكه ولا شيء، كله عجاج وتنشيف ولا شيء يعني زيت. اخر شيء مثلا انه كل هالتعب اخذت هالشهاده مركز اول وخالصين، ما يعني في تكريم لبعض ولا 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 شيء، ما في عندنا شيء. يعني خلص انه تمنت على نادي ودرب وطلع اجسام، انا خلي اجسام احسن من بطولات كلها ببلدنا الا اذا حبيت شارك دولي يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب عم نحكي اليوم كوتش عن بطل اليوم، البطل صناعه البطل بحاجه حكينا عن الدعم المادي وهدول القصص، بس صناعه البطل بتبلش من عمر كتير صغير. لحتى اليوم انا اقدم لمجتمعي بطل، فانا في صقل بالصغر عم بشتغل عليه. خلينا نحكي بالشيء الشخصي عن تدريبك اليوم، انت كيف عم تقدر تدرب وتشارك وتدرب؟ هلا انا بلشت ممكن عمر صغير 16 سنه، يعني كان بداياتنا كلها غلط الحمد لله. ما حدا كان ما في حدا يوجهك تماما، ما كان حدا يعني ما كان حدا الدعم والتوجيه يعني كبير، تعبنا كثير لعشرنا ابطال كبار قديمين باللعبه، هلا نصهم ماتوا الله يرحمهم يعني الله يرحمه. وتعلمنا هيك، وفوت على جوجل اقرا كتب، ترجم كتب يعني كتب رياضيه، وعلى الخبره العمليه كله ببين معي. صحيح. يعني على العمليه كله ببين معنا انه نجرب كذا، كثير بنوقع باغلاط يعني جربناها على حالنا مشان ما نوقع مع لاعبين ثانيين. ومنا هيك صرنا. بس الغلط اللي عم يصير هلا انه مثلا عم درب انا لاعب، مثلا عندي لاعب دربته بالنادي مثلا اربع خمس شهور، بتفاجئ صار كوتش، صار كوتش عم يدرب عالم. هو اساسا حق على النادي، يعني هو اساسا في اساسا خطوات لا انا اقدر اتبنى، في شهادات لازم تكون موجوده. بس لاي شخص عم يتابعنا كوتش ابراهيم وعنده هذا الشغف، اي سن مناسب اذا بده يبلش ليلعب هي الرياضه ولا فعليا يشترك ببطولات؟ السن الانسب يعني قلت انت خلال مسيرتك كان اجتهاد شخصي انت اللي كنت عم تدور، هلا لا الموضوع منفتح اكثر، يعني العصر اختلف فينا نقول. هلا هي الرياضه له ما لها عمر، يعني في له يبلش من عمر 15 16 سنه الى تمارين محدده بتلعبيها للاعب،
بعد يعني بده يكون اقل شيء له 3 سنين ليبلش يشارك ببطولات، لانه يعني عندنا اقل شيء بيكون جاهز جسمه، كون جسمه اساسا بعيد عن الهرمونات الكتله العضليه. ما نفوت، لانه كمان هلا درجه انا بتوقع يمكن ما عم يدعموا اللعبه من وراء الهرمونات عم تصير والقصص عم ياخذوها اللاعبين، يعني هي السبب. صرنا نشوف اوفرا بالموضوع، اوفرا بالموضوع، ما في جماليه، صار في منظر يعني اشمئزاز بالشوارع بالطرقات، يعني بتشوفي منظر اكيد. هلا هدول نحن بنصنفهم خارجين لعبه كمال الاجسام، يعني ما لهم دخل فينا. قد ايه صحيا اليوم هن معرضين لخطر كثير كبير بسبب الهرمونات؟ يعني مو قال لي بس هرمونات، عم ياخذوا مثلا مدرات بول، هي انه مشان يسحب مي من الجسم، هي بينتهي فورا، وعم ياخذوا مثلا انسولين. انسولين فجاه بيهبط السكر، ما واحد بيموت برضه. المفروض يكون في يعني في جهه يعني تركز على هاي النقطه اكثر، ان كان من شهادات التدريب. اليوم انا لحتى اقدر اكون كوتش المفروض يكون معي شهادات تدريبيه، اقدر من خلالها رخص اليوم نادي ودرب ناس، وكمان كطبيا كمان في اشراف طبي. هلا حكيت له النقطه، بالنسبه لشهادات نحن شهادات تدريب الدورات عندنا بالاتحاد عم تكون مثلا دوره مستجد درجه اولى ثانيه ثالثه، عم تكون الدوره خلال اسبوع نعمل له فحص للواحد وكله نظري، اذا ما كان انا برايي عملي وارض الواقع عملي ونختبره المدرب كله غلط، يعني هي الدورات كلها غلط. دول يعني دول من عمر الاربع سنين عم تبلش بصناعه البطل، احنا اليوم ايمت ما اجى على بالنا ب 40 30 سنه انا اليوم بدي اصير كوتش. بصير يعني. بصير عندنا كل شيء بصير. اليوم الكوتش مانو رضيان على شيء. لا بس اكيد كوتش ابراهيم نحن بنتمنى لك التوفيق، ونحن بنعتز وبنفتخر باشخاص مثلك بالبلد اشتغلوا على حالهم واحضر يعني حصلت على مراتب عليا وبطل جمهوريه لبناء الاجسام، اكيد نتمنى لك التوفيق. وبدنا اياك هيك ان شاء الله هيك تفكر بفكره الاعتزال وتشارك خارج البلد بشيء دولي على مستوى العالم. يا ريت. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا كوتش، وصباحك صحه ورياضه ورضا هيك على طول بس حلوه. اهلا وسهلا كوتش.